زي ما وجهت الشكر مرة قبل كده، بكرر شكري مرة تاني لكل العناصر الطبية اللي موجودة في مصر، كل العناصر، وأرجو منكم أن أنتم توجهوا ليها التحية معايا دلوقتي. شكرا لهم وعرفانا على اللي هم يعني بيقدموه وحيقدموه من جهد ومن تضحيات كمان، لكن ده دورهم وجي وقته دلوقتي. دي مواجهة، دي حرب، وده وقتها، واحنا مقدرين ده، واي تقدير هنحاول ان احنا نعمله يعني بحافز او كلام من هذا القبيل لا يعكس ابدا تقديرنا الحقيقي لهذا الجهد ولهذه التضحيات. مزيد من العمل المشكور لكم ولكل انسان انا مش شايفه موجود هنا في القاهرة أو في أي محافظة من محافظات مصر يعمل في هذه المواجهة، مواجهة هذا الفيروس.